gaan naar het vijfde gezin, inshallah, in Tanger. Waarvan deze gezin vijf kinderen heeft en eentje van zwaar autistisch is. Dus voor deze gaan we ook een schaap bezorgen naar huis, inshallah. Neem jullie mee. يا زين عيد جالنا 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 ويا زين عيدك الله يتمم فرحنا 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 والله يعيدك يا زين عيد جالنا 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 ويا في فرحتك يا عيدنا نلبس جديدك ونعيش الفرح كلنا والله يعيدك في فرحتك يا عيدنا نلبس جديدك ونعيش الفرح كلنا الله يعيدك الله يعيدك الله يعيدك الله يعيدك الله يعيدك أيامك الحلوة لها 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 لمسة حنانا وأيامك الحلوة لها 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 أشرق زمانا والفرحة هذه كلها والله عشانك والفرحة هذه كلها والله عشانك 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 يا عيد يا عيد الله يعيدك يا عيد يا عيد الله يعيدك يا عيد الله يعيدك يا زين عيد جالنا 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 ويا زين عيدك الله يتمم فرحنا 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 والله يعيدك يا زين